من الأدب مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، القيام تعظيما عند ذكر اسمه المبارك القائم. وهذا دأب أئمتنا عليهم السلام، فقد روي أن الإمام الرضا عليه السلام قام عند ذكر لفظة القائم ووضع يده على رأسه الشريف وقال: اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. وقد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن سبب القيام عند ذكر لفظ القائم من ألقاب الحجة، قال: لأن له غيبة طولانية، ومن شدة الرأفة إلى أحبته ينظر إلى كل من يذكره بهذا اللقب المشعر بدولته والحسرة بغربته.